السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تكون عندنا أول حصة بالنسبة لشابتر جديدة فيما يخص الأناليز على القناة ديالنا في يوتيوب إكسو ماروك. هذه نسخة جديدة اللي غادي يكون الشرح ديالها بروفيسيونيل وغادي يكون من أ حتى للزد. دونك في هذه الحصة في هذه الشابتر هذه بالعنوان ديالها سويت أي سيري دو فونكسيون أو بكتابة أخرى أنها كنقولوا سويت دو فونكسيون اي سيري دو فونكسيون. مزيان، في هذه الحصة الأولى غادي نحاول أنني ندرسو سويت دو فونكسيون، عاد نتطرقو لي سيري دو فونكسيون. علاش؟ لأنه ضروري باش أنني نفهم أنا لو سيري دو فونكسيون ضروري ندرس لو سويت دو فونكسيون، سي نورمال كيما درنا بالنسبة لا سيري نيميريك. لو سيري نيميريك كانت كتكتب لنا على شكل لاسوم من ان ايغال ان اكزومبل حتى لانفيني ولا حتى لان. دونك عندنا هاد ان هو لو كونتور، ان ايغال ان، ان ايغال دو، ان ايغال تخوا، اكسيتيرا. يعني اكزومبل ان ابارتيان ا اي ايطوال، يعني كتبدا من واحد من جوج تقدر تبدا من صفر اكسيتيرا. دونك عندنا هادي هي او ان. مزيان، انا هادي كامله شنو سميناها؟ سميناها سيري نيميريك. ما جيناش ديريكتومون درسنا لي سيري نيميريك، لا درسنا ما داخل لا سوم، يعني درسنا لا سويت. حيت درسنا لا سويت شنو درسنا فيها؟ درسنا لا ناتور، يعني فوقاش كتكون كونفيرجونت اكسيتيرا. وبينا انه هذه باش تكون كونفيرجونت كاين بزاف لا تكنيك، اما باستخدام سويت دو كوشي، اما اشهرهم هي باستخدام لا ليميت. ليميت وكنلقاو انها كتساوي لنا ال ابارتي ا ار، كنقولوا انها كونفيرجونت. أو باستخدام لا تيوريم توت سويت كخواسونت إي ماجوري فإنها كونفيرجون، توت سويت مينوري إي دي كخواسونت فإنها كونفيرجون. سي سامبلومون داكشي اللي غادي نحاول ندرس أنايا بالنسبة للبارتي الأولى. يعني أنا أشنو بينا ندرسو؟ بينا الهدف ديالنا هو أننا نقراو لي سيري دو فونكسيون. سي كوا سا لي سيري دو فونكسيون؟ هو إكزونيت نفس الحاجة، هو أن سيري، يعني اكزومبل من ان ايغال ان حتى لانفيني حتى لان، ديال اش؟ ديال واحد لي سويت دو فونكسيون، وهذه هي كتسمى سويت دو فونكسيون. سويت دو فونكسيون صافي، يعني انا هذه خاصني نعرف لا ناتور ديالها، لا كونفيرجون ديالها اكزاكتومون. غير هنا الفرق بيناتهم، الا بقيتو عاقلين في لا سويت عاديه كنا كندرسو لا كونفيرجون، كنقولو كونفيرجون صافي، عندها نوع واحد ديال لا كونفيرجون، اما كونفيرجون اما ديفيرجون. هذه لا بالنسبة لسويت دو فونكسيون ما فيهاش نوع واحد. اكزومبل دابا ندرسو لا كونفيرجون سامبل، الحصة الجاية ان شاء الله ندرسو لا كونفيرجون اينيفورم اكسيتيرا. سي بيان، فهمتو اشنو بغينا نقراو؟ سي سامبلومون. الوغ دابا نمحيو ونبداو الكور ديالنا. الوغ حيت كنهضرو على، دونك حيت كنهضرو على سويت دو فونكسيون وهو البداية ديال الدرس ديالنا، فإننا كنهضروا على واحد لا فونكسيون كيما هذا، سي ان، سي ان فونكسيون، يعني كنهضروا على واحد الابليكاسيون اف اف دو ان معرفه مناش من اي، واحد المجال اي اكزومبل تونفير حتى الار. دونك هنا اكس تونفير اف دو ان دو اكس، نعطي واحد الاكزومبل وهو اكزومبل مشهور هو اكس اس ان، لان هاد الاكزومبل غادي نخدمو غادي نبينو انه كونفيرجون سامبل وانه ني با كونفيرجون اينيفورم. دونك هذا ضروري عقلوا عليه لان غادي نخدموه في الحصه الجايه ان شاء الله. مزيان، هذه كما كنلاحظوا اي ان سويت دو فونكسيون. علاش؟ لانها سويت. كيفاش سويت؟ يعني انها سويت يعني متتاليه، يعني حيت كنهضروا على سويت يعني كنقدروا نحسبوا اكزومبل نقولوا بور توت ان ابارتيان ا ان ايطوال اكزومبل، غير اكزومبل في هذه، يعني نحسب اف دو واحد ديال اكس، وي غتكون عندنا اف دو جوج ديال اكس، غتكون عندنا اف دو تخوا ديال اكس اكسيتيرا. مزيان، واش كل حيت كيتغيروا هادو دونك كتغير ان، كتولي اكس اس واحد اكس اس جوج، سي ان سويت. وفي نفس اللحظه راه انها فونكسيون بدلاله واحد المتغير دو اون فاريابل غيال. سي تري بيان، هذا هو التعريف ديال واحد لا سويت دو فونكسيون. نقراو دابا فوقاش كتكون هاد سويت دو كون دو سويت دو فونكسيون انها كونفيرجون سامبل. نقراو لا ديفينيسيون ديالنا ونحاولوا نشرحوه بشويه علينا. الوغ اون ا ديت كو لا سويت
f de n convergent simple. Alors, حيت كنقول convergent simple فإننا كنخصو ب cs. صافي حيت نكتب cs راه كتعني convergent simple sur i, sur واحد المجال i. Si pour tout x appartient à i, فإن la suite de numérique f de n de x convergente. ماز يعني اش يعني نحسب لا ليميت ديال هادي هانتوما من n تونفير بلس لانفيني ديال f de n de x خاصني نلقاها كونفيرجونس. كونفيرجونس اش كتعني؟ واش خاصنا نلقاوها واحد العدد كونستونت باش نقولو كونفيرجونس بحال لي سويت؟ لا، غادي نلقاوها انها تقدر انها تساوي لنا فونكسيون، حيت كنقولو ان ليميت ديال f de n de x كتساوي لنا فونكسيون. هذا عندها جوج احتمالات، اما هاد f كتكون f دو x كتكون بدلالة x، يعني تعطينا بحال هكا x ولا x او كاري ولا شي حاجة، او انها كتكون كونستونت يعني ثابتة، يعني تعطينا 5 ولا 6 ولا 7. صافي، دونك يعني انها الا عطاتنا كونستونت هادي راه بحال لي سويت العادية، نفس الفكرة، ولكن شنو زايد هنايا انها تقدر تعطينا واحد لا فونكسيون. نقدروا نقولوا على ان هاد لا سويت، ان هاد لا سويت هادي اي كونفيرجون سامبل فيغ واحد لا فونكسيون. هذا هو الفرق ما بينها وما بين لي سويت نيميريك. سويت نيميريك كنقولوا كونفيرجونس فيغ اش سي تري بيان، فيغ واحد 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 نومبر فيغ 5 فيغ ار اكسيتيرا، ولكن هذه نقدروا نقولوا انها كونفيرجونس فاش في واحد الفونكسيون. سي تري بيان، الوغ نكملوا لا ديفينيسيون ديالنا. لو ابليكاسيون دونك هو كيشرح لنا كونفيرجون فيغ اف، هاد اف هادي لي كونفيرجونس فيغ اي هو اللي غادي يشرحوا لنا دابا. كيشرح لنا انه دونك هنا كنهضروا اون جينيرال، حيدوا هاد ليكزومبل هنا اون جينيرال، فانه كونفيرجون فان واحد الابليكاسيون اف ها هو ديفيني اش ديفيني سور اي دي سور اي تونفير اش ديفيني سور اي بار اف دونك تونفير ار معروف بار اكس ها هو بار اف دو اكس. شكون هو هاد اف دو اكس؟ هو exactement la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال f de x cos n. C'est bien. Alors ركز معايا اشنو بعد. لو ابليكاسيون f ديفيني سور اي بار f de x اللي كتساوي لنا لا ليميت كيما شرحنا دابا اي ا فالور دون ك دون ك. دونك هنا كنهضروا على ك، هنا دونك هنا يقدر يعطيك سي يقدر يعطيك ار اكسيتيرا. صافي، ولكن نورمالمون ار ك راه هي اما سي اما ار في الكور ديالنا كان. صافي، ولكن اغلبيه كنخدموا في ار. سي ابل لو ليميت لا ليميت سامبل، كنسميو هذه هاد لا فونكسيون واحد ليميت سامبل دو لا سويت اف دو ان. سي سامبلومون اون ديت الوغ هاد اف دو ان، يعني الا عطاتنا هكا كنقولوا فان كنقولوا هاد اف دو ان دو اكس اي كونفيرجون سامبل فيغ اش فيغ اف، ولكن سور اش سور اي. شكون هو اي؟ هو هذا. صافي، ايه هنا ركز معايا، هذه هي اي. صافي، وهذا هو شوف باش نهضروا نسمي هذا اي زيرو وهذا اي، لان ديفينيسيون ما مشروحش مزيان باش نفهم لكم. لان شي مره هنا شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا اي اونكلي دون، عفوا اي زيرو اونكلي دون اي. صافي، شي مرات البروف كيعطيك هاد لا فونكسيون يعني ياك. سي بيان، هاد لا فونكسيون سي ان سيري دو فونكسيون. دونك نقدر نديرو اكس دي زيكزومبل سيري دو فونكسيون. مزيان، نتا حيت كتلقى لا كونفيرجون ديالها كتلقى واحد لا فونكسيون، تقدر تلقى هاد اي اي زيرو اكزاكتومون هي اي، وي تقدر تلقاها، وتقدر تلقاها جزء من اي. صافي، ونشوفو هادشي في لي زيكزومبل. صافي، مزيان، دابا اجي نشوفو واحد لي زيكزومبل لي شرحنا هادشي لي قلنا. نبداو بداك ليكزومبل المشهور اللي قلنا. دونك هنايا نجيو نحطو هنايا بين قوسين اي زيرو دون فيغ اي. صافي، مزيان. الوغ نفترضو ان عطانا لا فونكسيون ديالنا كتساوي لنا اكس اس ان. صافي، مزيان، نفترضو انه خدمنا في المجال، نقولو حنا المجال زيرو ان زيرو ان. مزيان، انا الهدف ديالي هو نبين ان كونفيرجون سامبل ولقى لا كونفيرجون فيغ اش. صافي، هنايا دائما انا لا تكنيك
باش نقدر نجبد هاد اف هذا وهو المراد ديالنا نجبدو هذا، خاصنا اول حاجه نفيكسيو. اشنو كنفيكسيو؟ كنفيكسيو اكس دائما على حساب لا فورم ديال لا فونكسيون ديالنا، كتبدل داك الفيكساسيون على حساب المجال. اكزومبل هادي اكس اوس ان، نورمالمون اكس اوس ان سي ان سويت جيومتريك، سي سامبلومون يعني غادي نجي انا نقول له انه سي بور توت اكس ابارتيان ا 01. علاش انا خدمت انايا في 01؟ صافي لا ان ما ندخلوش، ما ان ما ندخلوش صافي. علاش انا خدمت في 01؟ لان كنعرف انايا ان اكس الا كان محصور ما بين واحد وما بين ناقص واحد، هادي كيعني ان لا ليميت ديال ان تونفير بلوس لانفيني ديال اكس اوس ان ايغال زيرو. سي تري بيان، وانا خديت هاد المجال، انا عندي زيرو ان ايه ما دخلش هنايا، دونك انا خديت المجال اللي غادي يحقق لي هاد القضيه هادي. هذا كيعني ان لا ليميت ديال اكس تونفير بلوس لانفيني ديال اف دو ان دو اكس شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا لا ليميت ديال اكس تونفير بلوس لانفيني ديال اكس اوس ان شحال تساوي؟ تساوي لنا زيرو. صافي مزيان. دابا حنايا درسنا في المجال زيرو ان، دابا غادي ندرسو الا كانت بقات لنا ان، لان خاصنا ندرسو في المجال كامل. هنايا قلنا بوغ، بوغ هذا نديرو هنايا بوغ اكس ايغال ان، بوغ اكس ايغال ان اشنو غتولي عندنا لا فونكسيون ديالنا؟ راه بحال نحسبو، بحال نحسبو الايماج بالنسبة ل ان، يعني غتكون عندنا لا ليميت ديال اكس تونفير بلوس ان ديال اف دو ان ديال اكس كتساوي ان، يعني ديال ان اشنو كتساوي؟ غادي نعوض هادي ب ان، يعني ان اوس ان كيما كانت عندنا ان دونك غتعطينا ان، يعني غتساوي لنا ان. سي تري بيان. دابا من هادشي راني شكلت انا هاد لا فونكسيون هادي، صافي يعني لا فونكسيون ديالنا اف معرفة مناش، راها كونفيرجونت لان عطاتنا صفر وواحد، يعني انها كونفيرجونت فاش؟ من زيرو حتى الان راه كونفيرجونت، يعني لا فونكسيون ديالنا زيرو ان. يعني في هاد الحاله هادي كما قلنا انه هاد اي هادي راه ثابت لنا اي زيرو، يعني تساوي في هاد الحاله مزيان. وعندنا اكس تونفير اف، شكون هي هاد اف هادي؟ هاد اف هادي عندها جوج حالات، يعني اكس تونفير اش غنديرو بحال هكا، سي تساوي لنا زيرو، سي تساوي لنا ان. فوقاش تساوي لنا زيرو؟ الا كانت محصوره في هذا المجال، يعني الا كانت اكس كتخالف لينا الواحد اون جينيرال، ولا اكس هنايا اكس كتساوي واحد مزيان، حيث اكس راه كينتمي لهذا المجال. انا راه ها هي لا ديفينيسيون ديالي، صافي اكس راه كينتمي لهذا المجال زيرو ان، و اكس كيخالف ان، صافي يعني اش؟ يعني اكس كينتمي لاش لزيرو ان مفتوح، صافي في هاد الحالة الأولى. إما تكتب هادي، إما تكتب هادي راه بحال بحال، صافي حيت هادي راه داخلة في هاد الديفينيسيون هادا ديالنا. يعني اش؟ يعني كنقولو أن دونك، دونك معرفتش كتبان لكم هاد تحت هادا وين، دونك فإن اف دو ان دو اكس اي كونفيرج، اي كونفيرج سامبل. دونك هنايا غنديروها نفس الكتابة ديالي اف دو ان هاي اي كونفيرج سامبل فيغ، فيغ اش؟ فيغ لا فونكسيون اف اللي لقينا، صافي مزيان. الوغ و اف راه نقولوها نعرفوها بهادي، ولا نقولو سيو سيغ زيرو. سي تري بيان. دونك حنا خدمنا اكزومبل شي حاجة بسيطة بزاف مزيان. الوغ كما قلت لكم انه ماشي 100% كتكون دائما هادي هي كتساوي لنا هادي، نقدر انني نديرو اكزومبل، نقدر ان البروف يعطيك ار هنايا، يعطيك معرفة في ار، دونك نتايا خاصك الدرس في ار كاملة. سي بيان، انا غادي نجي ندرس في ار كاملة، دونك نحيو هادشي. الوغ انا بغيت ندرس في ار كاملة، يعني اش؟ انا كنعرف هادي، نبدا لوب هادي، يلا سير بوغ توت اكس ابارتيان ا موان زان ان
صافي موان سي ان، ولا تقول له ان لو فالور ابسولي دو اكس انه اكبر من واحد، باش انه يعطينا الانكادرومون اكبر من واحد. دونك هذه راه كتعطيك ان اكس انكادري ما بين ناقص بلس ان ولا ناقص واحد. سي تري بيان. ولا كتقول له ان بورت اكس كتنتمي لهذا المجال هذا فاش خدامين، هذا كيعني ان لا ليميت ديال اكس تنفير بلس لانفيني ديال اكس اس ان غادي يعطينا اكزاكتومون زيرو. حنا كنهضرو على سويت جيومتريك صافي. مزيان، هادي هي بوغ الاولى. بوغ الجوجة نشوفو الاطراف الا كانت كتساوي لنا واحد ولا كانت كتساوي لنا ناقص واحد. يلا سير معنا بوغ اكس ايكال ان. نبداو بان، راه بسيطة تعطينا لا ليميت ديال اكس تونفير بلوس لانفيني ديال اف دو ان دو ان، يعني تساوي لنا ان اس ان بالنسبة ل x بلوس لانفيني، دونك كتساوي لنا 1. سي تخي بيان. بور x ايكال موانز 1 هادي غتعطينا لا فونكسيون. شحال غتعطينا لا فونكسيون؟ ليميت ديال n تنفير بلوس 1، دونك غنعوضو هادي بناقص 1، يعني ناقص 1 اوس n. وهادي كنعرفوها من زيكزاك، مرة تساوي لنا 1 مرة تساوي لنا ناقص 1، ما واحد ناقص 1. دونك هادي راه ديفيرجونس. سي تخي بيان. ولا هذه نقدروا نشاركوها لان حنا عارفين قريناها في هذه الزته. نقولوا بور اكس دونك انا غادي دابا خدينا اكس ايكال 1 اكس الا كان منهج يعني قل من ناقص واحد، يعني ناقص واحد قل منه. اشنو كنقولوا في لا سويت جيومتريك الا كان اكس قل من واحد؟ كنقولوا على ان لا فونكسيون نيكزيست با، واذا كانت نيكزيست با راها ديفيرجون. دونك هنايا وهنا راهي او تساوي كاع، لانها كنا كنقولوا او تساوي صافي، يعني هذه بلا ما نديروها نديرها اون جينيرال صافي. الا كانت اكس في ناقص هذا فان الليميت ديال ان تونفير بلوس لانفيني ديال اكس اس ان اشنو غتساوي لنا؟ فانها نو اكزيست با صافي، يعني انها نو اكزيست با. دونك كنكتبوها دونك هنا شنو درنا؟ وي نو اكزيست با. وي دونك من بعد صافي درسناها كاملة. مازال الا كانت اكس كبر من بوغ شي كنشوف بوغ اكس، حيت هادي كانت ديجا بغيت نديرها هي الاولى. بوغ اكس اكبر قطعا من واحد فهادي كنعرفوها بالنسبة لا سويت جيومتريك، فان لا ليميت ديال اكس تونفير بلوس لانفيني ديال اكس اس ان تساوي لنا لانفيني صافي، على حساب في دو زيرو، على حساب لا بروميير تيرم واش بوزيتيف ولا نيجاتيف باش تعطينا بلوس ولا موان. المهم انه الا كانت عندنا اكس كبر من واحد هذا كيعني اشنو؟ ان الليميت تساوي لنا لانفيني، و الا ساويت لنا لانفيني هذا كيعني انها ديفيرجون صافي. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. دونك اش دابا نحطوا لا فونكسيون ديالنا، ها هي لا فونكسيون ديالنا، نجيو نديرو دونك هاد اف ان فين لا كونفيرجونت بار اش، اش ما جا خدامي فاش كونفيرجونت؟ لقيناها كونفيرجونت فعلا، يعني ما بين ناقص واحد واحد وكونفيرجونت في واحد صافي، وهادو لقيناهم كاملين ديفيرجونت، يعني في المجال من ناقص واحد مفتوح حتى لواحد مغلوق صافي. الوغ نكتبوها هنايا دونك نديرو ناقص واحد حتى لاش حتى لواحد مغلوق. مزيان. دونك اف دو ان كونفيرجونت، باش كونفيرجونت هاد اف هادي بجوج نتائج. النتيجة الاولى اما تساوي لنا صفر اما واحد. فوقاش تساوي لنا صفر؟ الا كان اكس كينتمي لنا لهذا المجال، يعني كنقولوا ان الا كان اكس كيخالف لينا واحد هنا، الا كان اكس كيساوي لنا واحد صافي، اكس كيخالف لينا واحد وديجا راه اكس كينتمي لهذا المجال، يعني مجال مفتوح ناقص واحد وواحد. اكس كيساوي واحد سي نورمال، لقينا انها كتساوي واحد. سي تري بيان. ممكن نسنتجو سي بيان الو هادشي. دونك فإن اف دو ان اي كونفيرجون سامبل فيغ
vers f sur h sur المجال ناقص واحد. سي تري بيان. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان هذا المجال اللي سميناه اي زيرو راه اونكلي دون اي، يعني هذا المجال ناقص واحد واحد راه اونكلي دون اش دون ار، ماشي دائما خاصو يكون ايغال سي سامبل. تقدر انه يعطيك واحد لوبارتي اللي ما كونفيرجونس كيما شفنا هنايا، عطانا في ناقص واحد ما كونفيرجونس، وفي اكثر من واحد وقل من ناقص واحد. الوغ نحيو هذا ونكملو نديرو واحد ليكزومبل اخر باش نضبطو المسائل ديالنا. الوغ ليكزومبل ديالنا دونك عندنا اف دو ان معرفة كيما العادة، غنديرو معرفة في ار بلوس طون فيغ ار، دونك اكس طون فيغ اف دو ان دو اكس. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اللوغ، نديرو ديريكتومون نيت اللوغ راه باين، نديرو اللوغ ديال اكس بلوس ان سور ان. سي تري بيان. ان ما خاصوش يساوي لنا صفر، دونك نديرو ان ابارتيان ا ان ايطوال، بوغ توت ان ابارتيان ا ان ايطوال. سي تري بيان. دونك انا الهدف ديالي نبين لا كونفيرجونس ديال هادو، ونحدد اكزاكتومون ديك اف لي كونفيرجونس ديال هاد اف. نفس لا تكنيك غادي نلاحظ انا لا فونكسيون ديالي. الوغ الا كانت عندنا، شوف معايا هنايا على حساب لا فورم ديال لا فونكسيون ديالك انت كتخدم التمرين ديالك صافي. دونك كنلاحظ انه الا كانت اكس ستريكتومون بوزيتيف موجبه، هذا كيعني كنضمن ان الوسط معرف. علاش؟ لان واحد على لانفيني، لان حنا نحسبو البلوس لانفيني، واحد على البلوس لانفيني يعطينا صفر، غتبقى لي اكس. يعني فين ديفيني اكس؟ لوغ اكس. فوقاش كيكون ديفيني؟ الا كان اكس كبر قطعا من صفر صافي. يعني الحاله الاولى نقول له بور اكس، بور توت اكس اب، دونك نديروها نيت روز بور توت اكس ابارتيان. اشنو قلنا؟ بور توت اكس بوزيتيف اكبر من صفر صافي. الوغ نحسبوا لا ليميت ديالنا، يعني ان لا ليميت ديال اي ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال لوغ اكس بلوس واحد على اكس واحد على ان، اشنو يساوي لنا؟ واحد على بلوس لانفيني صفر غتبقى لي اكس، يعني غتساوي لنا لوغ د اكس. سي تري بيان. شنو كنلاحظوا؟ هاد ليكزومبل كيخالف ليكزومبل اللي فات. ليكزومبل اللي فات لقينا كونفيرج فيغ اج لي كونستانت بحال لي سويت نيميريك، هنا لا، حنا لقينا كونفيرج فيغ اج واحد لا فونكسيون بدلاله اكس. سي بيان. سي تري بيان. دونك حنا دابا خدينا بور اج، حنا خدينا المجال مفتوح زيرو بلوس لانفيني، ولكن هو عطانا مجال مغلوق، يعني زيرو حتى لبلوس لانفيني. دونك مازال لي البوان زيرو ندرسها، نقول له بور اكس ايغال زيرو. دونك الا كانت اكس ان اكس ايغال زيرو غتبقى لي يعني غادي نحسبو اف دو ان دو زيرو شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا اللوغ ديال واحد على ان صافي. الا حسبت لا ليميت ديال هادي شحال غتعطينا؟ لا ليميت ديال حيت ان طومبير بلوس لانفيني واحد على بلوس لانفيني شحال؟ صفر. هنايا صفر، ولكن راه بلوس لانفيني، يعني واحد على بلوس لانفيني راه صفر بلوس هكاك، واللوك ديال صفر بلوس سي موان لانفيني، سي موان لانفيني يعني راه ديفيرج، لان عطاتنا موان لانفيني دونك راه ديفيرج. سي تخي بيان. دونك حنايا لقينا لا فونكسيون ديالنا، نقولوا ان اف دو ان اي اف دو ان اي كونفيرجون سامبل فيغ اف. شكون هاد اف هادي؟ غنديرو لا ديفينيسيون ديالها، معرفة مناش واش من ار بلوس؟ لا، من صفر مفتوح، ما داخل الصفر، لان لقينا صفر كيست با حتى لاش حتى لبلوس لانفيني طون فيغ ار، وهنايا اكس طون فيغ اش. عطيني لا ديفينيسيون ديالنا، هو لوغ د اكس، سي سامبل، هو لوغ د اكس. يعني كيما كنلاحظوا ان اف دو ان كونفيرجون فيغ اش، واحد لا فونكسيون لي ماشي كونستانت، لي فاريابل بمتغير ديالها اكس. سي تري بيان. دونك هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي، وبالنسبه لا ديفينيسيون راه باين. دونك نحيو هادشي، كنهضروا التعريف الرياضي ديالها، ندير واحد بيتي ترابي. الوغ الى بقيتو عاقلين، بالنسبه لي سويت نيميريك كنا كنحسبوا لا ليميت
ديال ان تنفير بلوس لانفيني ديال ان كتساوي لنا ال. اش كنا كنقولوا؟ كنا كنقولوا بوغ توت واحد الابسيلون اكبر من زيرو، هذا كيعطيك اكزيست واحد ان ابارتيان ا ان، فانه بوغ توت ان ابارتيان ا ان، هذا كيعني انه بوغ توت، ولا كنقولوا ان اكبر ان هاد ان.